بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، يعني أنا بعرف هذا السيسي الخسيسي خول مصر، الدم اللي فيه شنو؟ يعني المسؤولين عن مهرجان الجونة، أنا قلت لكم قبل هذول مجموعة من القوادين والمعرصين هدفهم تدمير الأمة. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يساء له ويشتم ويستهزئ به من قبل ماكرو ومن قبل الحكومة الفرنسية ومن قبل أعداء الإسلام. الكورونا شغالة الآن، صار لها تقريبا 5 شهور والعالم في حجر، وهذا السيسي الخسيسي مجمع مجموعة من العاهرات كعادته السنوية ويقود عليهم ويروحون يسوون مهرجان الجونة اللي هو عبارة عن تجميع مجموعة من العاهرات بهدف استعراض أجسامهم، استعراض الفساتين، وكل واحدة تتحدى الثانية مين تتعرى أكثر. أنتم ما عندكم دم، ما عندكم أخلاق، ما عندكم ضمير، يعني ما تتعظون من مرض الكورونا. الله سبحانه وتعالى يحذركم، أنا قلت لكم إن مرض الكورونا تحذير مش عذاب، لو جاكم عذاب الله الحقيقي ما راح تقدرون، ما راح تستحملون. ماذا يحدث في مصر؟ ماذا يحدث من هالأنجاس اللي قاعدين يتحدون الله ويتحدون الدين ويتحدون الأخلاق جهارا علنا؟ مجموعة من العاهرات كل واحدة اللي مطلع صدرها واللي ترفع أكثر وتعلي أكثر، وكلكم عرفتوا الفضيحة هذه اللي صارت للفنانة أعتقد من 2 سنين اللي حتى خلفيتها بانت وتقول لك والله البطانة ترفعت، تشتكي من البطانة، ما تشتكي من أنها إنسانة سيئة الخلق، لا، تحط المشكلة اللي صارت في البطانة. يكذبون. أنت يا سيسي، يا خسيسي، يا خول مصر، ما عندك دم، ما عندك أخلاق، ما بتخافش من ربنا يعني؟ ورسالة لأهلنا في مصر، إلى متى أنتم تركين هذا الخول ومجموعة القوادين هم من يتصدر المشهد المصري؟ والله سمعة مصر راحت في الحضيض. لا تزعلون علي، ولكن اسألوا أي شخص في الشارع الآن لما تكلمون عن مصر إيش يقول لكم؟ راح يقول لك والله المصري كذا، ويسب ويشتم، والمصرية رقاصة، والمصرية بسبب القذف الإعلامي. أنتوا إعلامكم مشوه سمعة البلد. أنا إنسان أعرف وكلنا نعرف، وعندنا مصريين أصدقاء، ناس أهل شرف، أهل أخلاق، محجبات، نسبة المحجبات كبيرة جدا، ولكن هالخوالات المعرصين هم من يشوه سمعة المصريين. وهذه طبعا من الأجندة اللي جاوا بها العسكر. العسكر لما حكموا مصر في 1952 بانقلاب عسكري، وإلى الآن كان هدفهم تشويه سمعة مصر وتحويل مصر من دولة قوية ودولة شريفة ودولة مشهورة بالدين إلى دولة بما هي عليها الآن من انحطاط، من والعياذ بالله انحدار في جميع الصعائد، يعني مش بس إنه والله انحدار مثلا اقتصادي، حتى انحدار أخلاقي والعياذ بالله. والله عيب اللي قاعد يحدث، تجميع أكبر كمية من العاهرات بهدف إنه يستعرضون أجسامهم، والمصورين وتصوير ونحط الصور في الإعلام وفي الجرايد بهدف إفساد الشباب وإظهار أن هذول هم علية القوم. لا والله، هذول مش علية القوم، هذول شراميط القوم. والمسؤولين عن هذا المهرجان مجموعة من القوادين والمعرصين والمخنثين اللي ما عندهم أي نخوة ولا شرف ولا حتى غيرة على أعراض بنات المسلمين، وما يهمهم إن الإنسانة تتحجب ولا مات، وهم أكبر أعداء للحجاب. قاتلكم الله ما أنجزكم. رسالة يا خسيسي، اختشي على دمك يا خول، اختشي. يعني لا عملت حساب حق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أنت أكبر عدو للرسول وأكبر عدو للإسلام، وكلنا عارفين أنك أنت إنسان كافر، وكثير من العلماء كفروك. حسبي الله ونعم الوكيل. رسالة لأهلنا في مصر، يرضيكم ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل.